السلام عليكم. هذا الميساج هذا بغيت نوصلو لسليم الكذاب ولا نقول ليه الفرق الزناقي حسن كما مسمينه في الصحراء المغربيه، قلميم العيون الداخله القرقادات، المهم بلا ما تحلموا بها بولي خريط ولا داك مسيدي من كذاب فرق الزناقي. اولا بعدا قبل ما تجي تدوي على المغرب، الاصل ديال المغرب والاصل ديال الصحراء، واش انت ديجا تشوفوا الزوجيه صاحبي كدوي يا صاحبي على المغاربه الاصلين؟ سلعنات والله وعليك يا مسيدي من كذاب. عندي واحد الميساج صغير للفرد الفرخ الزناقي اللي هو محمد رادي ديلي، كما تيقولوا نزل قلميم. اول حاجه الا كنتي لاقيط وحيت كامل عايش لاقيط وزدتي وكملتي ولا شي لاقيط ديال البوليخاريو، قلب على الاصل ديال بعدا فينا هو اجا تيهضر على الاصل ديال الصحراء المغربيه والمغرب. السلام عليكم، انا باغي نتكلم على واحد الاخ سميتو تيقولوا له واحد السيد ماشي اخ، سيد تيقولوا له فرخ زناق راضي الليلي ولا شنو ما يتسمى هو. اول ما بغيت نهضر على الصحراء المغربيه، وهي اصلا مغربيه وغتبقى مغربيه حتى يعيث الله والارض وما فيها. اولا قلب على الاصل ديالك انت، منين بوريخاريو ولا منين منين جاي انت اصلا؟ انا باغي نتكلم معك في هذا الموضوع. انت انسان متطرف وباغي توصل للمغرب بزاف عليك، شتي اخ بزاف عليك. والسلام عليكم. محمد الرادع عبد الله والي كتهضر على الصحراء، عاش الملك، حنا سيرور احسن من امك. عبد الله والي دا غدا يوم القيامه، علاش تهضر على الصحراء؟ علاش يا الخائن يا الشفار غتحاسب تغدى يوم القيامه. مسيلم الكذاب محمد الرادي الليلي، انت ما مأصل ما مزفت ما والو، انت واحد انسان بلطاكي من الاخر والصلاة على النبي. مسيلم الليلي الرادي الكذاب، ملي تكون مأصل عاد اجي دوي على الصحراء المغربيه